اللي بتشتكي ولسه مقدمه شكاوى قريب وبتاع، حبيبي اشتكي براحتك، محدش فوق القانون، واللي غلط يحاسب، لكن ما تاخدوش امور شخصيه في امور عامه. الجزء الاخر، ما تحاولوش انكم تسخنوا الناس وتصدروا لها حاله من الاحباط، لازم توروها الحقيقه والواقع الملموس ان في انجازات اتعملت. بعض الناس برضو هوضح ده، مش عايز ادخل في السياسه شويه لان انا برنامجي متخصص وانا مبسوط بده، لكن عاوز اقول حاجه، الناس اللي كانت مترشحه وبتسيء للناس، اللي هو في الناس المرشحين، مش انت المفروض نازل تشتغل عمل عام والمفروض هتترشح في 2026، ربنا يديكوا طولة العمر، انت فين اصلا؟ تحدث اللي هم البعض اللي بيحاولوا يخبطوا من تحت لتحت ومش عارف يعملوا ايه ويسخنوا الناس عليك. احنا مش هدفنا مصلحه البلد؟ فينك معانا من المنظومه بتاعت كورونا؟ ما نزلتش ليه تشتغل معانا وتجيب انابيب اكسجين وتنزل تدعم المستشفيات وتنزل تدعم، بدل ما احنا عمالين نخبط من تحت لتحت. مصلحه البلد فوق كل شيء ومصلحه الوطن فوق كل شيء، وده لابد انه يبقى معلوم ومعروف لدى الجميع. طيب قبل ما اختم عايز بس اقول وقعه حدثت في العياط، ده يؤكد ان البعض عنده جبروت وبيتجرد من كل مشاعر الرحمه والانسانيه دون ان يدري ما يفعله. هل تتخيلوا او تتصوروا اب رمى بنته من الدور الثالث من البيت عشان راحت زارت امها اللي هو طلقها من شهور؟ عمركم بالطفله في اعدادي يعني. طلق مراته وقعد بنته معاه وممنوع تروح تزور امك. فالبنت في العيد خرجت، انتهزت فرصة ان ابوها خرج من البيت اللي منبه عليها عدم زيارة امها خالص اللي ابوها طلقها، فراحت تزور امها دقائق، سلمت على امها ورجعت على طول. ابوها عرف ان هي راحت زارت امها اللي هي طلقته، عمل فيها رماها من الدور الثالث. هل ده امر طبيعي؟ انا بقى راجل بتحدث كمحرر حوادث وقضايا، لم ارى مثل هذه الحوادث من سنوات. حاجة مؤثرة وحاجة محزنة وحاجة مؤسفة وحاجة مخزلة. تعالوا نشوف التقرير ده عشان صدقوا ان ده تقرير واقعي. الاسعاف بس سريعا كده، فيديو الاسعاف وهي بتشيلها في 30 ثانية كده. يعني اب يلقي بابنته من الدور الثالث في العياط عشان زارت امها اللي هي طليقته. يا جماعة والله العظيم ثلاثة، الدنيا مش دايما لحد. الناس لازم تفكر ان انت لا تملك الا عملك وعلاقاتك الكويسه والطيبه بالاخرين. الناس ما بتتعصش ان في لحظه يبقى قاعد معاك وفجاه تسمع خبر وفاته. انت النهارده بتفتح السوشيال ميديا تلاقي اقرب الناس ليك وحد تعرفه توفى الى رحمه الله تعالى، خد حاجه معاه، حد نفعه غير عمله؟ محدش بيفكر في كده خالص، ودي مشكلتنا. طول ما انت بعيد استغفر الله العظيم يا رب عن ربنا وما بتفكرش غير في نفسك وفي عنفك اللي انت بترتكبه، يعني ايه ده؟ بنتك ضناك، ايه اللي حصل؟ ده انعدام سلوك اخلاقي والله يا جماعه. هي صورتها، شوفوا صورتها بعد ما تم نقلها المستشفى، طفله بريئه في اعداد راحت تسلم على امها اللي انت طلقتها. تعالوا شوفوا ضمن برضو، هوريكم حبه فيديوهات كده. النهارده بنشوف على السوشيال ميديا كل واحد عنده نقص عاوز يكمله بيكمله على السوشيال ميديا، بيقول انا موجود. ولد قاعد على الطريق الدائري بيبيع برتقان وفاكهه، فراح مجرم، انا بقول عليه مجرم، راح رايح له على الطريق الدائري للبياع، الولد الغلبان البياع اللي قاعد على الطريق الدائري بيبيع برتقان، فراح سارق منه كيس برتقان وراكب دراجه بخاريه وزميله بيصوروا ليه؟ عشان يشهرها على السوشيال ميديا. دي جريمه على فكره. ما انا عاوز انا بعرض الفيديو ده عشان انا بقول لكم بس ان المتهم